ما تجوزيني يا أما حاضر يا ولدي حاضر يا ولدي حاضر يا ولدي جالي عمر أخواتي عايز عمال عندي جوه عينيا وطي صوتك يا واد انت وهو ليه سيبهم صوتهم حلو انا مبسوط ربنا يبسطك يا اخوان وده زياد يا ريس وده يا واد يا ريس تاخد رجلين معاك وتروح تنفذ اللي بيقول عليه الخواجه في الفيلم يا ريس حاضر يلا شد حيلك شد حيلك يا موسى شد على الله يلا يا واد اللهم صل على النبي كيش حدوتك معلش تزعليش Je sais bien comment te comporter avec la jument. فارس بيحبك انت بتعرف تتعامل حلو مع فارس الحضوة بتاعته عايزة تتغير بص يا حضرتك عايزة تتنظف الفرصة بتحس باللي بيحس بيها فرصتك مش مرتاحة أحب أشوف إيه اللي بيضايقها وأبعده عنها حد ما أشوفها بتزغرت تزغرت يعني تبقى مبسوطة اتعلمت فين هو فارس في سوهاج في البلد عندنا خيل وجمال وحاجات يام جي جامي فيو ادولين بتحب حد كده ايه ادولين اسمها ادولين اسمها ادولين ازيك يا ست ادولين ادولينه الله يحرسها ويحميها ده حاجه زينه ايه ده ايه الحيوان اللي بتعمله ده انزل مع فرس فاركس كتشوفيه انزل بقولك فيها ايه لما تقول انزل من على الفرس من غير شتوم مش عاجبك الشتيمه تشتم ليه مش عاجبك صح سيب كوربك سيب توبلي ما كنتش تحلف اي اتاخد منه كرباج ويمسك مكانه عسليه Cette année, mal à faire du détente. Il faut bouger. Mais la Reims, que la cheval. Marie. Moussa. Moussa. خير يا بيه. حصل ايه؟ فخر بيه. يا بيه. اسمع يا واد موسى. هتشيل الحجارة دي كلها لوحدك وما هديكش غير نص يمية هميوت نجوم رمضان معاك على واتشت اشترك وما تخليش حاجة تفوتك